أسامة هليلي وهو المدير العام لشركة المياه والتطهير. سيور وهران سيدي، مساء الخير وأهلا بك في الظهيرة. مساء الخير سيدي، وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. بالتأكيد، وحتى نقرب الصورة أكثر للمواطن وللمشاهد، نتعرف أكثر عن شركة سيور وهران. شكرا سيدي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام أسعد الله مساءكم. إذن مؤسسة المياه والتطهير لولاية وهران هي مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم، هي فرع من شركتي الجزائرية للمياه لاديو والديوان الوطني للتطهير. هنا أسست سنة 2008. إذن أسندت مهام المؤسسة إلى شريك أجنبي، إذن شريك أجنبي في عقد تسيير بالتفويض امتد من سنة 2008 إلى سنة 2017 عبر مرحلتين. إذن مرحلة التسيير 2008-2014، مرحلة المرافقة التقنية 2014-2017. إذن تعنى مؤسسة المياه والتطهير ولاية وهران بالخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير على مستوى ولاية وهران. هي تسير 26 بلدية من أصل 26 بلدية، 2.2 مليون نسمة، قرابة نصف مليون مشترك زبون، يسير عبر 31 وكالة زبائن منها واحدة متنقلة. تسير مؤسسة المياه والتطهير ولاية وهران الشبكة يبلغ طولها 4000 كيلومتر بما فيها قنوات الجر وقنوات التوزيع، حوالي 2500 كيلومتر من شبكات التطهير، خمس محطات معالجة المياه بقدرة 1.2 مليون متر مكعب يوميا، محطتي تصفية المياه مستعملة، واحدة على مستوى الكرمة والأخرى على مستوى رأس فالكون بدائرة عيون ترك. إذن طاقة التخزين 775 ألف متر مكعب عبر 117 خزان مياه. دونك تلكم هي 2200 حوالي 2200 عامل عبر جميع يعني الرتب السوسيو مهنيه. اذا تلكم هي بايجاز ابرز يعني الارقام تاع مؤسسه المياه والتطهير. اذا مؤسسه المياه والتطهير ايضا مسؤوله على انتاج حوالي 300 حتى 340 مليون متر مكعب يوميا، وهي تضمن الانتاج لخمس ولايات على الجهة الغربية، وهي ولاية عين تبوشنت، ولاية وهران، ولاية مستغانم، ولاية غليزان، وولاية معسكر. إذن من الإجمالي الإنتاج وهران تأخذ حصة حوالي 190 مليون متر مكعب يوميا. تسير مؤسسة المياه والتطهير أيضا عدة أنظمة تحويل مياه من وإلى خارج الولايات. جيد، تحدثت عن القدرات الإنتاجية للشركة، وهذا يحيلنا إلى سؤال عن مصادر توفير المياه بالنسبة للشركة سيد المدير. بالفعل سيدي، اذا في اطار الاستراتيجيه الجديده للدوله الجزائريه ولقطاع الموارد المائيه، الا وهي الامن المائي والتكافل الجهوي. اذا في هذا الصدد تسير مؤسسه المياه والتطهير لولايه وهران عده محطات وتجلب المياه من عبر عدة مصادر. إذا المصدر الرئيسي الأول وهو مصدر تحويل الماو، دونك مستغانم غليزان وهران، وهو يعتبر العصب الرئيسي لتموين الجهة الغربية بالمياه الصالحة للشرب، إذ يمون هذا النظام أربع ولايات، منها ولاية وهران، ولاية مستغانم، ولاية غليزان، وولاية وهران معسكر غليزان ومستغانم، عن طريق محطة معالجة المياه سيدي العجال المتواجدة على مستوى ولاية مستغانم بطاقة إنتاجية تصل إلى حتى 450 حتى 480 ألف متر مكعب يوميا، يعني تشتغل بنظام الحصص
يعني كل ولاية لها حصتها من المياه ضمن استراتيجية القطاع اللي تكلمنا عليها وهي التكافل المائي. يعني نشرح قليلا التكافل المائي، هذا المصطلح ربما في طياته يحمل دلائل كبيرة. يعني نجد مثلا من الجهة الغربية من الجهة الشرقية لولاية وهران، إذا عندنا محطات تحلية مياه البحر، عندنا محطة المقطع وهي المحطة الرئيسية، عندنا محطة كهرماء، عندنا محطة سوناكتير بمستغانم، ضف إلى ذلك عندنا محطة تحلية المياه بشاطئ الهلال بولاية عين تبوشنت، وضف ونزيد لهم كل التحويلات الكبرى عن طريق المياه السطحية اللي وهي نظام الماو، عن طريق سدي شلف وكرادة بولاية مستغانم، وأيضا سد قرقر بولاية غليزان. من الجهة الغربية نجد فوهة زيوة اللي هو أصلا يستمد يعني المياه تاعو من سدي السكاك وحمام بغرار بولاية تلمسان. إذن كل هذه المنظومة المائية يعني تعمل بنظام التكافل المائي، يعني تقوم الوزارة الوصية عن طريق لجنة يعني بحشد كل هذه كمية المياه وضبط كل احتياجات الولايات الممونة عن طريق هذه الأنظمة. بالطبع الأولوية الأولى وهي اللجوء إلى المياه المحلات كخيار استراتيجي، وهذا هو المصطلح، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة للقطاع وهي الأمن المائي. يعني ما كانش أمن مائي ما يمرش إلا وعن طريق المياه المحلات. لذلك يعني نشاهدوا كان برامج عديدة، كان انطلاق 5 محطات تحلية مياه البحر عن طريق على الساحل يعني الجزائري، منها يعني واحدة حظيت ولاية وهران بهذا المشروع وهي محطة رأس الأبيض بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا من الجهة الغربية للبداية. إذن كل هذا قلنا كل هذه الأنظمة يشتغلوا على أساس على ركيزتين، وهو الأمن المائي وهو اللجوء إلى المياه المحلات، يعني لتبقى المياه السطحية يعني مياه السدود مخزون أمان وتوجه إلى استعمالات أخرى كالأمن الغذائي، وأيضا كمخزون أمان للتمويل بالمياه الصالحة للشرب في حال حدوث أي أعطاب تقنية على مستوى المحطات التحلية. إذن والتكافل المائي وهو تعويض كل عجز يقع في ولاية ما، يعني نقوم بتعويضه يعني من عن طريق المصادر الأخرى. يعني عندنا المصدر الأول وهو التحلية، ومن بعد نلجأ إلى مياه السدود كمصدر تعويضي للعجز الذي يعني نسجله. إذن كل هذه الأنظمة المتواجدة على الجهة الغربية وين مؤسسة المياه والتطهير ولاية وهران تسير يعني نسبة كبيرة من هذه الأجهزة. إذن 5 ولايات حوالي 1 مليون متر مكعب يوميا ينتج عن طريق مؤسسة المياه والتطهير ولاية وهران. وهران عندها حصة حوالي 570 إلى حتى 600 ألف متر مكعب يوميا، فيما توجه 400 ألف متر مكعب أخرى إلى الولايات المجاورة ألا وهي عين تبوشنت معسكر مستغانم وغليزان. جيد سيد أسامة هلايلي، ومن خلال الإجابة عن السؤال المتعلق بمصادر تموين الشركة الجزائرية للمياه والتطهير سيور وهران بالمياه، خصصت مساحة واسعة للحديث عن مسألة توفير المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر، لكن بالأرقام وبالنسب أيضا، ما هي حدود الاعتماد على المياه المحلات في توفير المياه الصالحة للشرب، خاصة وأنك أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي أن الأمر يتعلق بخيار استراتيجي ورؤية استراتيجية. بالفعل سيدي، إذن فيها بالنسبة لولاية وهران، ولاية وهران تعتمد أساسا على المياه المحلات، تبلغ نسبة الاعتماد على المياه المحلات
في بعض يعني نلحقوا حتى 70%. إذا 70% يعني احتياجات وإنتاج الموجه لولاية وهران يعني نأخذه عن طريق مختلف محطات تحلية مياه البحر على غرار المقطع كهرماء وشاطئ الهلال بولاية عين تمشاد. فيما تبقى 30% الأخرى فيها قرابة 25% إلى من المياه السطحية، إذا السدود كما تقدمت في بداية المداخلة عندنا نظام الماو ولا نظام تافنا عن طريق تزيوا دونك تحويل الغرب. فيما تبقى 5% يعني وهي نسبة جد قليلة وهي كل ما هو مصادر جوفية باطنية آبار أنقاب. إذا تشوفوا وتلاحظوا بلي ولاية وهران تعتمد أساسا على نسبة 70%، وهذا هو الخيار، هذه هي الاستراتيجية اللي ماشية فيها القطاع باش تكون فيه على المستوى يعني المستوى على الأقل مستوى الشريط الساحلي مع امتداد 120 كيلومتر في يعني في الولايات الداخلية، وين راح فيه كاين في استراتيجية الدولة واستراتيجية القطاع يعني برامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الجديدة لرفع قيمة الاعتماد على المياه المحلات. إذا احنا بالنسبة لولاية وهران إذا قلنا نعتمدوا بنسبة 70%. إذا هاد 70% أيضا جات أيضا بعد ولله الحمد بعد وصول محطة تحلية مياه البحر المقطع في أول عملية تأهيل تاعها في الفاتح من جوان الفارط إلى عتبة 350 ألف متر مكعب، أي بإضافة 150 ألف متر مكعب يوميا في إنتاجها في انتظار المرحلة الثانية للتأهيل اللي إن شاء الله في غضون ربما في مع حلول سنة 2000 أو آخر 2023 حسب يعني وزارة الطاقة، دونك راح يلحقوا إن شاء الله إلى النسبة وإلى يعني الطاقة الإنتاجية المعتمدة وهي 500 ألف متر مكعب. ولكن بلغة الأرقام وفي الوقت الحالي يعني بعد بلوغ محطة المقطع إلى نسبة 350 ألف متر مكعب يوميا الحمد لله ارتفعت القيم الطاقة ارتفعت الحصة الإنتاجية لولاية وهران، وأيضا ارتفعت نسبة الاعتماد للمياه المحلات. وإن شاء الله مع استلام إن شاء الله عند إنجاز المحطة يعني اللي تقدمت بها وقلت باللي حظيت ولاية وهران يعني بهذا المشروع وهي محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض، وكان وهران كان لها الشرف وين السيد رئيس الجمهورية وضع حجر الأساس. إذا هذه إن شاء الله ببلوغ يعني باستلام هذه المحطة راح وهران تكون تعتمد تقريبا 98% انطلاقا من مياه المحلات، وهذه العمليات يعني تصب في صلب استراتيجية الأمن المائي لتبقى المصادر. بمعنى سيد أسامة هلالي الآن أنتم تشتغلون في إطار الاستراتيجية التي أو المعتمدة والمرسومة الآن هو أنكم تشتغلون على بلوغ ربما نسبة تفوق 90% وربما حتى 100% بالاعتماد على المياه المحلات، ربما هذا هو المقصد سيد المدير. بالفعل انا قلت باللي حاليا رانا في حدود 70%، يعني تبقى لنا عمليتين، العمليه الاولى وهي بلوغ محطه المقطع بعد اعاده التاهيل الثانيه والمبرمجه في حوالي اواخر سنه 2023 بدايه سنه 2024 تبلغ 500 الف متر مكعب يوميا، دونك هذه عمليه. والعمليه الثانيه ان شاء الله مع دخول حيز يعني الانتاج هذه المحطه الجديده اللي استفادت منها ولايه وهران وهي الراس الابيض 300 الف متر مكعب يومين. اذا بهذه المعطيتين يعني راح تكون نسبه الاعتماد لولايه وهران يعني تناهز 100%. الان نتحدث عن مساله التوزيع السيد المدير، بالتاكيد فصل الصيف له خصوصيه خاصه وانه يشهد ارتفاعا محسوسا، وقد تكون احيانا يسجل في فصل الصيف درجه حراره
قياسية، وبالتأكيد أنتم كشركة معنية بتزويد ساكنة ولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب قد وضحتم لفصل الصيف استراتيجية ومخطط. لو نتحدث عن البرنامج الذي رسمتموه وتفعلونه خلال هذا الفصل. بالفعل سيدي، إذا نحن نعلم بأن موسم الصيف تكون عنده دائما تحضيرات خاصة. موسم 2022 لعله يعني من أبرز المواسم، كونه أولا سهل باحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأيضا هي سنة جاءت بعد تقريب موسمين من الجائحة، ومن يعني وين هذه السنة كنا ننتظر في توافد عدد كبير من المواطنين والسياح. إذن احنا كنا في بداية الأمر قد ضبطنا برنامج خاص بموسم الاصطياف، فيه شقات، يعني كان فيه شق متعلق إلا بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والحمد لله تم ضبط كل الترتيبات، وكان يعني فوتنا الألعاب بكل أريحية، والحمد لله لما يعني نسجل أي إشكال لا على مستوى الهياكل الرياضية، الهياكل الإيواء، ولا حتى مستوى الساكنة. إذن نرجع إلى المخطط الذي تم تفعيله. مخطط هذا كان معتمد أصلا على ثلاث مستويات. دونك المستوى الأول، نحن نعلم ونرجع بكم إلى قضية التكافل المائي، وقضية يعني كنا الوزارة الوصية بمعية السلطات المحلية كانت قد أجريت عمليتين يعني مهيكليتين، الأولى على مستوى سدي الشلف وكرادة وقرقر، وهي عملية ربط هاد السدود في بعضها ليتسنى لوهران جلب ما قيمته حوالي 130 ألف متر مكعب يوميا كحصة إضافية، وأيضا على مستوى سد حمام بغرارة بولاية تلمسان أيضا قامت بعدة عمليات تدعيمية للرفع من الطاقة التحويلية. إذن هادو عمليتان تدخل في إطار حشد الموارد المائية، ولله الحمد هاد العمليات تموا هما اللي سمحوا لنا باش يعني تكون عندنا حصص اضافيه لولايه وهران. المستوى الثاني كنا اجريناه على مستوى الانتاج، اذ يعني النقطه الاولى كنت اشرت اليها، وهي وصول يعني محطه المقطع الى انتاج 350 الف متر مكعب في حلول شهر جوان. اذا عندنا 150 ألف متر مكعب يوميا إضافية لحصة الولاية، وهي بالطبع تجدر الإشارة بلا هي مشتركة مع ولاية معسكر. إذن هذه عملية كان أشرفت عليها وزارة الطاقة، ولكن كانت بمتابعة يعني شخصية للسلطات المحلية وعلى السيد الوالي والسلطات المركزية وعلى رأسهم السيد الوزير. إذن هذا إجراء أول. إجراء أيضا ثاني، كنا قد يعني بعد موافقة الوزارة الوصية قمنا بملء هذا خزان زيوة، وهو يعني كراتير وين طاقة الاستيعاب تاعو 13 مليون متر مكعب، هو يمون ولايتي وهران وتموشنت. يعني قبيل موسم الاصطياف يعني كان في حوالي أقل من نصف مليون متر مكعب. دونك بعد طلب وموافقة الوزارة الوصية قمنا بعمليات يعني تدعيمية لهذا الخزان عن طريق يعني سدي السكاك وحمام بغرارة، والحمد لله قبيل موسم الاصطياف كانت عندنا فيه حوالي 6 ملايين متر مكعب يوميا، وهي الكمية اللي قدرناها يعني لتلبية احتياجات ولايتي وهران وأيضا عين تبوشنت خلال الصائفة. أيضا فيه عملية أخرى، وهي عملية أيضا يعني جد مهمة، وهي تأمين نظام الماو. دونك هذا كما تعلموا نظام الماو يعتبر العصب الرئيسي لتموين الجهة الغربية، هو يمول حوالي 60 إلى 65% ولاية وهران بالمياه صالحة للشرب، وحوالي 50% ولاية معسكر. إذا هذا بعد يعني الدراسات التي أجريت يعني خرجنا بخلاصة أنه هذا فيه مقطع
يعني في 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 وضعية يعني جد حرجة. كان لازم له تسجيل عملية ازدواجية وعملية أيضا فصل. جيد. فصله مباشرة على نظام نظام المقطع محطة المقطع. يعني للإشارة برك هذا النظام الماو يعني جاء ربطت فيه محطة المقطع. وبالتالي عندنا نظامين يشتغلون يعني يشتغلون بقناة واحدة فقط يعني في حال حدوث أي عطب يعني النظامين. وبالحديث عن الأعطاب السيد أسامة هليلي بالتأكيد هذه الاستراتيجية وهذا البرنامج المسطر هو برنامج وعلى اعتبار أنكم باشرتم تفعيله عمليا هو بالتأكيد برنامج ناجح، ولكن الذي قد يعطل التجسيد الكلي لهذا البرنامج هو الأعطاب التقنية التي قد تصيب شبكات نقل المياه، وهذا يقودنا للحديث عن مسألة الصيانة. مسألة الصيانة سيد المدير هي مسألة هامة جدا. نعم، كيف ربما تتابعون عملية الصيانة وكيف وهل هناك تكوين للأطقم المعنية بعملية الصيانة؟ الصيانة هي يعني من بين العمليات الروتينية واليومية اللي تجريها الفرق تاعنا. عندنا حوالي 70 فرقة تخدم يعني 7 أيام على 7 أيام. دونك لابد أن نفرق في الصيانة فيه كل ما يتعلق بصيانة يعني القنوات الجر يعني قنوة جلب المياه كما تكلمت عليها سواء من الجهة الغربية نظام التافنة أو الشرقية نظام الماء والمقطع، وأيضا فيه الصيانة تاع الشبكة الداخلية. شبكة يبلغ طولها 3000 كيلومتر هي تقريبا فيها عدة أجزاء يعني بدأ يصيبها الاهتراء. يوميا نسجل فيها تسربات نصلح ما يربو على 40 تسرب يومي عبر مختلف شبكات الولاية على مستوى 9 دوائر و26 بلدية. إذن عدنا أيضا كل هذا الشيء يمر عن طريق المبنى التقني وين فيه هو مجهز بكل الوسائل التقنية وكل الأطقم والكوادر الجزائرية المكونة يعني في داخل المؤسسة واللي كانت قد استفادت من برنامج تكوين يعني سواء في الداخل ولا حتى في الخارج أثناء فترة الشراكة مع الشريك الأجنبي. إذن كل هذه الوسائل تسمح لنا بتشخيص شبكات والمعالجة الفورية. أيضا فيه أيضا ملف وقد أحيل إلى مديرية الموارد المائية لولاية وهران وهو فيه حوالي 265 نقطة سوداء. وكنتم أيضا أعتقد سيد أسامة هليلي قد فعلتم نظاما رقميا أو تطبيقا الذي يساعدكم في رصد كل الاختلالات أو الأعطاب التقنية التي قد تصيب شبكة توزيع المياه على مستوى ولاية وهران. هو عندنا في المبنى التقني عندنا كل ما هو النظام يعني المعلوماتي الجغرافي دونك لو سيستيم جيوغرافيك لو سيغ. عندنا ايضا لو تيلي كونترول ايضا المراقبه عن بعد. وايضاً عندنا اللي نسموها بلا سيكتوريزاسيون دونك حنا مقسمين كل الولايه الى قطاعات هيدروليكيه. جيد. وكل قطاع عنده مؤشرات وعنده حساسات وعنده مستشعرات يعني يتم من خلالها يعني دراسه يعني دراسه هذا يعني هذا القطاع هل فيه مشكل في تسربات مائيه او مشكل فيه مشكل في على مستوى يعني الكونتاج. اذا وعندنا يعني تقارير اسبوعيه وشهريه. وبالتالي هناك تعامل مع كل هذه التقارير والاعطاب التي ترصدونها. السيد أسامة هليلي المدير العام لشركه المياه والتطهير لولايه وهران كنت معنا من محطه وهران الجهويه. نتمنى لك بالتاكيد كل التوفيق. شكرا جزيلا لك على كل المعطيات والتفاصيل التي تفضلت بتقديمها. نلقاك بالتاكيد في فرص لاحقه باذن الله.